يعني الرجل مثل ما قبل قليل حدثنا يحظى بمساحة من الاحترام والرأي، قد لا يصل إلى التهدئة. الأخوة وللأمانة الأخوة قيادات الفصائل هم يمتلكون من الحكمة ومن الشجاعة، نعم، وبالتالي لديهم تقدير للموقف، متى تكون التهدئة ومتى يكون التصعيد. قراءتهم ورؤيتهم تختلف عن من يتبنى الملف السياسي. هم كذلك حريصين على استقرار البلد، حريصين على أمنه، ولكن الحرص أكثر هو على سيادة بلدنا وعلى استقراره وعلى جميع المنطقة. فنحن أمة إسلامية، أمة واحدة، لا تفصلنا حدود. يشعرون بهم غزة كما يشعرون بهم اليمن وغيرها من الدول، سوريا إلى آخره. كل بلد محتل وكل بلد مستضعف. الأخوة في الفصائل يشعرون هناك تكليف الدفاع عنهم ونصرتهم.